ورجعنا لحضراتكم مره تانية من الاستراحه، ودلوقتي بقى هنعمل وصفه المستريح. معرفش يعني هي المصطلح لطيف، لكن خلينا نتماشى مع الوصفات الجديده والمسميات الجديده. طيب هقول لحضراتكم الاول الوصفه، هي بسيطه وسهله جدا، تتعمل في 10 دقائق. تعالوا كده نقول المقادير ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. عندي بيضه، عندي نص كوبايه من السكر، عندي فانيليا، معلقه ونص كبيره من الدقيق، معلقه كبيره ونص برضو من الكاكاو الخام، كوبايه حليب بودره، وعندي 50 جرام من الزبده، حوالي معلقه كبيره كده مليانه او معلقتين، كوبايتين من الميه السخنه، الكاكاو الخام ده هنزين بيه، انا عندي معلقه ونص كاكاو خام وعندي كاكاو خام للتزيين. طيب عندي بسكويت ساده، اي نوع بسكوت ساده بتاع الاطفال العادي، وعندي قهوه سريعه الذوبان بخفها بميه عشان ادي طعم القهوه في البسكوت. اللي مش عاوز طعم القهوه في البسكوت ممكن عصير الكومبوت او اي نوع عصير يريح حضراتكم تستخدموه في الوصفه دي، تنزلوه في العصير مفيش اي مشكله خالص، ولو مش حابين يبقى فيه كاكاو برده مفيش مشكله، ممكن تحطوا مكان الكاكاو كاستر فتبقى بالكاستر. يعني في يعني ممكن حاجات كتير قوي تبقى ايه بدائل لطيفه جدا. وممكن احط جوه الوصفه دي اي حاجه من الكومبوت الموجود معاهم يتعمل بيوريه، بما ان انا مش هعملها قهوه بقى. لكن خلينا كده نبدا مع بعض، نقول بسم الله. هاخد البيضه، بس اسمحوا لي البس الجلافز. هاخد البيضه، طبعا الخليط ده اكيد طالما فيه بيضه اكيد مش هحطها نيه، اكيد هاخد الخليط ده تاني على النار يعمل زي كريمه الشوكولاته كده. طبعا لو عند حضراتكم كاستر هيبقى جميل، وتقدروا تخلطوا معاه شوكولاته دارك خام او تخلطوا معاه كاكاو خام هيبقى رائع. هاخد الفانيليا والبيضه، بسم الله، هضيف كده هنا، معلش ثانيه واحده عشان الفانيليا بس، ايوه اتجمدت، تكييف هنا عالي كده. وهاخد المعلقه ونص السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وبرده هنزل كل كميه السكر. وعندي الدقيق، انا مسخنه ميه بتغلي عشان تساعد معايا كمان الخليط يتماسك بسرعه، يعني يدخل على النار يستوي على طول. 50 جرام الزبده او المعلقه الكبيره من الزبده، الكاكاو الخام واللبن البودره كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هاخد، معلش هعاير بس الميه، هتبقى ميكس بين الساقع والسخن، كوبايه وكوبايه عشان تبقى مظبوطه. اشوف بس هنا كده كوبايتين، اوكي بسم الله، وهنضيف وخلينا نضرب الخليط ده ونشوف اخباره. خلاص هاخد كده الخليط ده، بسم الله، هرجع على حله وهدوب خليط ريحته تجنن صراحه. يعني الكاكاو الخام احلى كاكاو تستخدموه الاسباني، بيتباع عند العطارين اهو. هنبدا نقلب الخليط ده كده، يبقى شبه المهلبيه الخفيفه يعني، فهو خليط سريع وجميل. هنا انا حطيت القهوه سريعه الذوبان، وهضيف هنا ميه ساقعه عاديه، خلوني احط اهي ميه ساقعه عاديه عشان ابدا ادي ادوبها احط فيها البسكوتات. خلاص هدوب كده بمعلقه الخليط كده، وزي ما قلت لحضراتكم مش عاوزين الخليط يبقى فيه القهوه سريعه الذوبان، اعملوها في عصير، اي نوع عصير يريح حضراتكم، عصير اناناس، عصير تفاح، اي نوع عصير. هنا بقلب كده شويه، خلوا بالكم ما تتسبش، لان انا الخليط على وشك انه يربط بالدقيق، طبعا المعلقه ونص دي اللي احنا حطيناهم في الخليط. هاجي كده هجيب البايركس دي، انا عامله واحده في شفافه فحضراتكم هتشوفوها، هحط هنا وهبدا اخد. انا هعمل الخليط بسكوتين بسكوتين عشان انجز في الطبقات وما تبقاش
كتيرة، يعني ما قعدهاش في الخليط كتير، وعادي لو اتقسمت واحدة أو اتنين مش هيجرى حاجة. أهو وهكمل كده كده في الوقت ده عشان أعمل طبقة حلوة. ده بسكوت عادي بتاع الأطفال، مفيش فيه أي مشكلة خالص، أهي مش هتقول لأ أبدا. في الجوانب كمان هاخد طبقة كده، بحب أعزز طبقة البسكوت قوي، أول طبقة بس تحت عشان هي دي اللي بتبان قوي، اللي فوق مش مهم تبقى طبقة واحدة. أوكي وسهلة، دي ما تبلتش كويس بس تمام أهو. هنعمل كده، خليني بقى أقلب هنا الخليط كويس. بصوا هيبدأ يربط وإيه، مش عايزة البسكوت يبقى يطرى قوي، يدوب يعني خطفة كده في الإيه في البولة وخلاص، عشان كمان لما هينزل عليه الخليط السخن هيطري، فأنا مش عايزة يبقى عجينة، أنا عايزة يبقى فيه شوية قوام. عايزين تستخدموا سافايار اللي هو البسكوت الليدي فينجرز اللي هو بيبقى شوية أتقل وأدخل لما بتستخدمه في التيراميسو والحاجات دي ممكن، لكن أنا قلت نوع بسكوت جميل للأطفال بيبقى مش يعني مكلف، ولكن إيه هيبقى طعمه حلو كمان. عايزين تستخدموا بسكوتات اللي بالشوفان أو الحاجات اللي بالقمح، ماشي. طيب الخليط ده بصوا بدأ يتقل إزاي ويبقى جميل. الخليط ده لوحده لازم أعرض البيض للتعقيم، أنا ضد أبدا زي زمان كانوا بيعملوا المايونيز الأصلي يبقى على بولة وتحتيها حلة فيها بخار ويعملوا عليها الإيه المايونيز الأصلي علشان يتعرض للحرارة، ونضرب البيض ده كويس جدا 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 لما يفتح لونه مع إضافة الزيت طول الوقت لحد ما يتعقم البيض كويس قوي. لكن طبعا دلوقتي بقينا نلجأ للحاجات اللي من غير بيض أو المصنعة. بصوا بقى ده هيجمد كمان، خليني بقى أبدأ أستخدمه كده في جنب، هشيل بس شوية منه إني أحطهم على الوش، فاسمحوا لي أخد بلوش كده شوية في بولة، ممكن تكون إيه بولة زي دي أهي، هاخد كده هنا مفيش. طيب هاتولي لوش يا ولاد بعد اذنكم، هاتولي اللوش. طيب هلف هقلب كده، بصوا تقليبه، بصوا بدا الخليط يتقل ازاي، واجيكم دلوقتي بظهر المعلقه اهو. نعمل كده الخليط ما يجوش على بعض ويبقى تقيل، اعرف كده انه تمام هيتماسك، وده الخليط الطبيعي للحته المهلبيه عشان تعرفوا انها وصلت للتماسك بتاعها المظبوط ولا لا. انتوا شايفينها سايله بس طالما ما جوش على بعض كده اهو، بص يبقى تمام، هو ده القوام المظبوط، هتدخل تبقى كريمي ما تبقاش جامده. طيب هبدا اعمل كده واصب شويه هنا، خليني اصبهم حتى كده بال هنا شويه صغيرين، هحطهم على الوش بس، هخلطهم على الوش طبعا، وهي سخنه كده هروح احط عليها معلقه من الشوكولاته القابله للدهن اهي، او لو عايزين في الحلاوه السبريد اللي بالشوكولاته اللي هي تقدروا كمان تخلطوها بيها. خليني بقى ايه اعمل دي كده تسيحوها تدي طعم وتست حلو قوي، مش شرط كمان الشوكولاته القابله للدهن بس تديها قوام كده حلو. بصوا اهو في الخليط ده، وهنصب ده على وش الايه اخر كوش يعني على الوش في التوب بتاع الايه الخليط بتاع المستريح اهو. الحلاوه كمان السبريد بالشوكولاته دي سبريد روعه، تدي طعم وتست روعه، حاجه كده مختلفه. بصوا اهو، خلينا بقى بسرعه هاخد من الخليط ده شوية اهو، لقيت لوش الحمد لله، يا سلام بسم الله، وهعمل كده شايفين حضراتكم روعة بسم الله. وصفة بسيطة جدا بس جميلة مختلفة. هنكمل تاني طبقة من البسكوتات بالشكل يناسب حضراتكم كده، هنا معلش انا باخد بسكوتين بسكوتين هنا، عايزاها يبقى فيها شوية يعني مش عايزاها تبقى ايه غرقانة جدا، ماسكة نفسها كده عشان تبقى طبقاتها حلوة كده. هدعم طبقه بسكوت حلو، انا هعمل ثلاث طبقات بس مش هعمل اكتر منهم، يعني الطبقه دي وخلاص، طبقه تانية من فوق وخلاص ده ده، شايفين ازاي
وتعالوا ناخد بسم الله طبقة كمان. روعة. ممكن تعمل في كاسات يعني، مش شرط تبقى في البايركس. انا عايزه طبقة دي المفروض بقى تبقى طبقات البسكوت تبان منها، مش تبقى يعني كلها زيطه في بعضها كده مش باينه كتيره، لا انا عايزه طبقات البسكوت تبان. ما يهمنيش تبقى طبقه الكاسترد دي بتاعه الشوكولاته قليله، بس تبقى في ماتشنج بينهم كده. كده نعملها بقى، نكمل بقى الحاجات بتاعتنا دي كلها. يعني نقدر نغير في الخليط ده تماما، بدل القهوة عصير وبدل اللي احنا عملناه بالشوكولاتة ده يبقى كاسترد أصفر. ونحط بقى ايه الشوية الباقيين دول كده، وانا هكمل بطبقة من اللي احنا عملناها دلوقتي مع حضراتكم. بصوا دي شفتوها اللي خدت شوية من الخليط عشان احط على الوش. طبعا ده لازم يكون مسك تماما، بس انا ما عنديش مانع ان انا اعمل ميكس بينهم على فكرة، حتى لو هم هيدخلوا في بعض بس هيدوني ميكس كده حلو قوي كده. انا شايفه كده برضو يا فندم. كده يتدخل التلاجة، هتتماسك، هتبقى رائعه، هتطلع زي ما حضراتكم شايفين. بصوا اما بتمسك، هوريكم دلوقتي قطعه منها. ممكن نزينها بقى بكريم شانتيه، بوبن كريم، اي حاجه انتوا عايزينها، عايزين تسيبوها ساده كده مفيش مشكله. صراحه هي من الحاجات الرائعه. والله يا مصطفى تسلم ايدك، جيت في وقتك المناسب الحقيقه، شكرا جزيلا. خلينا نجرب كده نشوف. عندي هنا سكينه، بسم الله كده. اوكي نجرب بس ال ماشي. ممكن نعمل وحدات كده صغننه. انت يا جميل تقول رايك على طول. ايه رايكم كده، كفايه صفين ولا عايزين ايه؟ عايزين صفين كمان ولا كده كفايه؟ صفين كفايه يا فندم. بيقولوا لي الناس هنا الكلمه بتبقى تقيل عليهم شويه حضرتك. ماشي يا فندم، انت تؤمر يا فندم. ممكن نجملها كده وحدات كريز يعني، يعني افتكاسات، افتكاسات لطيفه كده كده. اللي هي دي يا فندم صح كده، ظبطت يا فندم؟ انت تؤمر. يعني الدقه دي حاجه مهمه جدا. تسلموا لي حبايبي، ميرسي. في حاجه هنا ممكن بسيطه بس كده من سبرينكلز. ايوه تعالوا بقى، عايزه اجرب اقطع منها حته، عايزه اقطع بسكينه صغيره، ينفع ولا ايه؟ ها ناخد كده. يا نهار ابيض على الجمال. بعدين يا جماعه موضوع كبير جدا. مش عايزه ابوظ شكلها والله، لا الموضوع كبير بجد. طب ايه ادوق؟ يا نهار ابيض. بصوا بقى طبقه البسكوت، طبقه الكريمه اللي احنا عملناها على النار، والطبقه التوبينج بتاعتها من يعني حاجه كده رائعه. ممكن نجرب. بالله انا والشيف على قلب حضراتكم، رائعه جدا لمحبي الوصفات اللي بالقهوه. حضراتكم لو مش حابينها بالقهوه ممكن نعملها بالعصاير، ونعمل مكان الصوص الشوكولاته يبقى كاسترد. تعالوا بقى، انا مش انا حبيت اقطعها بس اشوفها مش ببوظ شكلها، هسيبها هنا